السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم مصطفى تفضلي. لو تكرمت حضرتك، أنا كان عندي أموال بفضل الله وكنت بخرج عليهم كل سنة بفضل الله زكاة، وكان عندي برضو الذهب بتاع الشبكة بتاعي، ضميت الاثنين على بعض وخرجت الحمد لله حوالي 3 أو 4 سنين. وبعد كده أنا أنفقت نص المال ده تقريبا، وما عادش عندي يعني أموال تبلغ النصاب، وكل سنة بتابعها الحمد لله. فدلوقتي أنا افتكرت إن أنا كان عندي ختمين فضة وسلسله فضه، هما الثلاثه كانوا مع بعض، انا كنت بلبسهم وبعينهم. فدلوقتي انا اعمل ايه؟ ابيعهم وارجع اضم كله على بعضه يعني واعيد حساب الزكاه؟ كلامي كثير يعني يا اختي، اصبري علينا شويه. حاضر. يعني انت كان عندك مال وكنت تزكينا، وكان عندك ذهب كنت تعتقدين انه للزينه ولا تزكينا، كده السؤال؟ لا انا زكيت كله، ما عرفت ان حضرتك ان الذهب عليه زكاه. طيب. فزكيت كله على بعض، طلعت زكاه المال وطلعت زكاه السنين اللي فاتت كلها. طيب اشكرك. ايه السؤال؟ طيب الان السلسله الفضه والختمين الفضه اللي كانوا عندي اعمل فيهم ايه؟ انا لسه عارفه، لسه فاكره دلوقتي ان هم كانوا موجودين معايا من الوقت ده. اشياء خفيفه، السلسله الفضه وختمين، ايوه كانوا فضه ولسه موجودين معايا لحد دلوقتي، اعمل ايه يا شيخ؟ اظن لم يصل النصاب. طيب يعني ما عادش الحساب تاني من اول وجديد؟ يعني زكاتي السلسله الفضه يكون زكاتي شيء خفيف يعني شيء يسير، زكيها مش مشكله. الحمد لله الذي اعانك على ان تزكي الذهب السنوات الماضيه. الحمد لله زكيتهم كلهم الحمد لله. زكي على السلسله الفضه ماشي، يعني اضيفهم على اصل المال تاني واطلع ماشي. ولا اطلع ماشي لا بس ماشي، ارجع اتمنهم دلوقتي او اتمنهم واضيف الثمن التتمين ده على اللي فات واعيد تاني حساب؟ لا بس. حاضر. شكرا. الحمد لله ان الاسلام فيه طيبون وطيبات.